أستاذ محمد حسن، هناك ما زعم الاحتلال الإسرائيلي حول فلسطين، وهناك ربما حتى تزوير لحقائق التاريخية فيما يتعلق بمسجد الأقصى والقدس، ما رأيكم في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المعقول جدا لمن اغتصب أرضا أو مالا أن يبحث لنفسه عن حجة في اغتصابه، لأنه ليس من المعقول أن يواجه الناس ويقول أنا فعلا غاصب وسارق، لا بد أن يبحث عن شيء يعتمد عليه. والصهاينة تعتمد على بعض الشبهات الواهية التي أصبح اليوم مع الأسف بعض المنتسبين للإسلام يعتقدون أنها أدلة وأنها لصالح الصهاينة. من ذلك أنهم يقولون إن الله كتب أرض فلسطين لموسى وقومه، والجواب نعم، الله كتب الأرض المقدسة لموسى وقومه وقال ذلك في كتابه، قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم، لكن موسى وقومه من الأولى بهم الآن؟ من الذي يرث موسى وقومه؟ نعم، محمد صلى الله عليه وسلم هو الوارث لجميع الأنبياء، ولذلك من أسمائه العاقب والوارث. آخر حديث في موطأ مالك خرجه مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب. والله يقول في كتابه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ميراث إبراهيم، إبراهيم هو الذي بنى فلسطين وهو الذي بنى مدن الشام حتى دمشق. من أولى الناس بإبراهيم؟ بنص كتاب الله الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فلذلك هؤلاء الموجودون الآن من الصهاينة في فلسطين ليسوا أولى بموسى منا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرا إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا يوم أنجى الله به موسى من فرعون وجنوده، قالوا نحن أولى بموسى منكم. لكن لا يستحق اليهود والمسلمين يعيشون في منطقة واحدة مع بعضهم؟ اليهود الغاصبون الذين جاءوا من ديارهم تركوا ديارهم، وكثير منهم احتفظوا بجنسياتهم ويملكون أملاكهم في تلك البلدان، فلماذا نقول لليهود حق في وطنين وجنسيتين وليس للفلسطيني الحق في وطنه؟ نعم، وجنسيته. اليهود الموجودون الآن في فلسطين ليس أحد منهم من سكان فلسطين الأصليين، ولا يستطيع أحد منهم أن يعد لنا خمسة آباء عاشوا على أرض فلسطين. نعم، المسلمون لما فتحوا فلسطين كان فيها النصارى وتعايشوا مع المسلمين طيلة هذا التاريخ كله، وما زالوا إلى اليوم متعايشين مع المسلمين تعايش كامل. نعم، وما بينهما فرق، حتى الاحتلال الصهيوني أذيته للنصارى مثل أذيته للمسلمين في فلسطين. نعم، فلذلك ليست القضية قضية تعصب ولا قضية دين، القضية قضية ظلم وافد. مرة من المرات امرأة فرنسية كانت تجمع التوقيعات على حل الدولتين. نعم، وكانت تقول إن اليهود لماذا لا يتنازل لهم الفلسطينيون أو المسلمون عن بعض أرض فلسطين ليقيموا عليها دولة. فقلت، فكان من الجواب أن الألمان لما احتلوا فرنسا، ما رأيك في ذلك الوقت في من يقول نترك لهم باريس ونبحث عن عاصمة أخرى في كان أو في أي بلد آخر من فرنسا؟ قالت هذا خيانة وجريمة كبرى. نعم، قلت إذن هؤلاء محتلون جاءوا من الخارج ولهم أراضيهم ولهم جنسياتهم، هم الآن ما بين الروس وما بين الأمريكان وما بين الأوروبيين وما بين المغاربة والتوانس وغيرهم والفلاشة الذين جاءوا من الحبشة. نعم، هؤلاء هم الموجودون في فلسطين. هذه قضية. قضية ثانية قضية البحث عن الهيكل المزعوم. نعم، هم يزعمون أن لهم تاريخا وأن سليمان عليه السلام، وهم يزعمونه الملك سليمان ولا يرونه نبيا بل يرونه كافرا. نعم، والله رد عليهم بكتابه قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهم يزعمون أنه بنى هيكلا في هذه الأرض وأنهم يريدون استخراج هذا الهيكل وبنائه.